كمان عندنا فكره بقى الوقائع. هل بالفعل احنا بندعي ان الدكتور مدحت سقط في شباك المؤامره، ام هو فعلا اراؤه بتكون دايما عن معلومه وعن ادراك للواقع اللي حاسس فيه بدون ان هو يتردد بقى او ياخد جانب الزملكاويه ان هو يشتغل على نظريه المؤامره او بواطن الامور. عندنا تويته مهمه جدا للدكتور مدحت وقت السوبر الاماراتي، السوبر المصري يعني اتلعب في الامارات، كان بيقول ايه؟ كان بيقول التذاكر تم شراؤها من قبل محب الاحد الانديه العربيه. حضرت السوبر الذي فزنا فيه ورايت جماهير الزمالك تملا عين الشمس. بالمناسبه كنا استعرضنا صوره قبل كده وما كانش فيه تملا عين الشمس خالص يا دكتور مدحت. وهم ليسوا بحاجه لمن يدفعهم للحضور، ببساطه لا يجدون التذاكر التي بيعت بالفعل المباراه خارج المستطيل الاخضر. وارد جدا، وارد جدا حتى هذه اللحظه يكون كان كلام الدكتور مدحت في الوقت ده كلام سليم جدا وكلام عن معلومه، لكن اللي حصل كان غير كده، واللي حصل يا فارس كان تدخل فيه جانب اخر غير المصري. طيب بما ان تصريحات وقتها كانت احيانا للجانب المنظم فيها مشكله، لان نظريه المؤامره اللي البعض عايش فيها هنا وبتعملها هنا ممكن تسيء لاطراف اخرى لا يقبلوا ده ابدا، نشوف المسؤول الاماراتي استاذ سهيل العريفي قال ايه فيما يخص التلاعب ببيع التذاكر. تعرف انت المباريات الكبيره دائما تحظى باشاعات من الطرفين او من الجماهير، وهذا طبيعي وهذا ديدن المباريات الكبيره والجماهيريه، فما بالك بمباراه تجمع بين فريقين كبار في الوطن العربي وايضا في لهم جماهيريه كبيره يعني الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، فبالتالي انتشرت اشاعه ان الموقع غير فعال او تم بيع التذاكر، ولكن اللي حب اكد لك ان الموقع اللي بيع التذاكر شغال، وتقدرون انتم بنفسكم تدخلون على الرابط وتتاكدون. اليوم تم التاكيد من جميع الاخوه، تواصلنا مع الاخ احمد مرتضى منصور واكد لنا ان راح يتابع بنفسه هذا الموضوع الاعلامي، وايضا الاخوه في قناه الزمالك والقنوات الاخرى يعني. اصلا موقع اخوي سيل كل شيء يمشي على ما يرام. اللي احب اكده واعيده مره ثانيه ان تذاكر نادي الاهلي نفذت بشكل كامل، ولكن تذاكر نادي الزمالك لا زالت السوبر الافريقي زادت المبيعات بشكل كبير. اليوم تقريبا باقي 30 الى 50% 30 الى 40% تقريبا من رد رسمي متعجب وصل لان هم يخلوا مسؤول يتاكد ان مفيش تلاعب. واعتقد يا دكتور مدحت محتاج تروح ل 2007 واستاذ ممدوح عباس بيرفع سعر التذاكر عشان يمنع جمهور النادي الاهلي من حضور مباراه القمه، لانه قال وقتها ان كده جمهور النادي الاهلي بيحضر وجمهور الزمالك لا، ونتمنى لما تبقى رئيس نادي الزمالك ما ترفعش سعر التذاكر عشان تمنع جمهور النادي الاهلي. لا هو اصلا التصريح نفسه في حد ذاته قال ان جماهير نادي الزمالك بدات تشتري تذاكر بعد ما الزمالك خد السوبر، مش بنشجع عشان بطوله وعشق من الطفوله والكلام ده. الجانب الاماراتي قال عكسه تماما، اعتقد اتضحت الرؤيه تماما، واعتقد اتضحت رؤيه الجماهير كلها واتجاه الدكتور مدحت العدل اللي دايما بيتكلم عن نبذ التعصب، واللي رشح نفسه لرئاسه نادي الزمالك مبروك عليه الترشح، وان كان المفروض الموقف ده يكون داعم للموجودين، ولكن هي وجهات نظر. نشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله، والاهلي خط احمر. سلام.